السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب ينعاد عليكم الايام بخير، وكلنا كده ان شاء الله السنة الجاية نكون على جبل عرفات. هقول لكم ازاي انا هجهز بشرتي للعيد. واي واحدة عايزة تجهز بشرتها او عروسة ان شاء الله كده ربنا يتمم لها على خير، عندها فرح بقى وهتتجوز، المفروض تجهز بشرتها بفترة، يعني شهر كده او شهرين تكون مجهزة بشرتها ومجهزة كل حاجة. اللي هنعمله ده سواء انتي او واحدة عروسة هتتجوز، هنقول لها تعمل ايه لبشرتها وتجهزها ازاي. اول حاجة معانا هنعمل حمام بخار للبشرة. هنعمل حمام البخار، هنجيب مية هنحطها على النار على نار هادية، وأول ما تغلي كده هنحط فيها معلقة بابونج، معلقة عشبة البابونج. البابونج أو البابونج هنحطها في المية، أو لو عندك بقدونس ممكن تحطي عودين بقدونس في المية. كل ده هيعمل بخار للبشرة، هينضف البشرة كويس وهيغذيها كمان ويرطبها. العشبة اللي احنا هنحطها دي بتبقى مفيدة للبشرة كمان، يعني لو ما عندكش اي حاجة ممكن عادي مية على كده. المية طبعا بعد ما تغلي هتكوني محضرة فوطة، هتكوني محضرة فوطة هتغطي بيها طبعا راسك عشان البخار يطلع على وشك كله، ما فيش بخار يطلع بره. فالبخار لما يغطي وشك كله بعد كده هتمسحي وشك بالفوطة. وهنعمل ايه؟ الاسكراب بتاعنا للبشرة، معايا سكر، هيكون عندك ليمون مثلا، هتعصري شوية ليمون كده على ما يتبل كده السكر، وهتاخدي حبة صغيرين وتعملي حركات دائرية لبشرتك. هتعملي حركات دائرية للبشرة بس بالراحة بلطف عشان خاطر بشرة الوش يعني بتبقى رقيقة مش زي اي مكان تاني. فبعد ما نعمل السكراب بتاعنا هنغسل وشنا وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. معانا طبعا هنعمل كريم ليلي للبشرة، بالليل قبل ما ننام نحطه والصبح نغسله. هيتكون من معانا كركم، ومعانا زبادي، ومعانا حاجة تانية هنعملها برضو، معانا لبن، ومعانا مية ورد. هنشوف مع بعض هنعمل ايه الكريم الليلي ازاي، والماسك هنعمله كمان مع بعض ازاي. زي ما قلت لكم انا هعمل كريم ليلي للبشره. اول حاجه فتحت علبه الزبادي اللي معايا، هحط عليها معلقتين كركم. ادي اول معلقه، وادي كمان المعلقه الثانيه. الكركم زي ما احنا عارفين انه ايه مفتح للبشره، هحط شويه كمان صغيره. الكركم مفتح طبيعي للبشره. ايه احنا هنقلب بس اللي احنا بنعمله ده كريم ليلي للبشره، هنحطه بالليل ونسيبه طول الليل ونغسله الصبح. ده هيخلي بشرتك نضره وان شاء الله جميله. زي ما احنا عارفين ان الزبادي برضو مبيضه للبشره ومفتحه للبشره، وفيها طبعا بتاع اللبن، حمض اللبن، حمض اللبن ده بيفتح البشرة وبيغذيها. والكركم الفايدة بتاعته الجميلة وبرده بيمنع الحبوب بتاعة البشرة. وهقول لكم على حاجة جميلة جدا للحبوب، البنات اللي بيطلع حب الشباب، في عشبة، في حاجة جميلة جدا، هي مش عشبة بس هي حاجة جميلة جدا بتتحط للبشرة فبتخلي الحبوب تخف وما تطلعش يعني كتير. فكده الكريم بتاعنا جاهز زي ما انتوا شايفين كده، ده هيبقى الكريم بتاعنا الليلي اللي احنا هنحطه بالليل ونغسله الصبح. ده كريم الزبادي بالكركم. ولو لقيتي وشك كده لونه مصفر من الكركم، عايزه اقول لكم نصيحه حلوه يا حبايب قلبي، لما تعملي سكراب للبشره خدي معاكي كمان الشفايف سكراب بالسكر، فده هيزلك الجلد الميت اللي في الشفايف. وممكن هقول لك كمان نصيحة حلوة ممكن تعمليها لشفايفك،
ممكن تحطي زيت زيتون وترش عليه شوية سكر قبل ما تنامي الصبح كده، هتلاقي شفايفك جميلة. وممكن أو تدهنيها عسل، فده هيفتح شفايفك كده ويخلي شفايفك وردية وجميلة. وطبعا الوصفات اللي أنا بعملها لكم دي أكيد أنا هحطها على بشرتي، يعني مش أنا هعملها لكم وبعد كده هدهنيها، لا أنا بعد ما أخلص الحلقة بحطها طبعا على بشرتي. وأي واحدة تتحسس من أي حاجة من المكونات اللي احنا عملناها دي بلاش منها، ما تعملهاش مرة تانية. والليمون جميل جدا للبشرة زي ما قلت لكم، لكل أنواع البشرة. وزي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، انا الميه اللي انا عملت بيها البخار بتاع البشره ما رميتهاش، لا اخدتها ميه البابونج وصفيتها وحطيتها في العلبه بتاعه التلاجة دي بتاعه المكعبات. وكمان بشرت خياره زي ما انتم شايفين كده، اخدت الميه بتاعتها وبشر الخياره وبرده حطيته في المكعبات. مكعبات التلج دي اثناء النهار كده ممكن تدلكي بشرتك بيها بحركات دائريه، دي هتعمل تخلي البشرة يعني نضرة وهتخلي الدورة الدموية تجري في وشك. بس عايز انصحكم نصيحة بالنسبة لموضوع الكركم ده، انا استخدمت الماسك اللي انا عملته لكم، فانصحكم ان كنتوا تجيبوا كركم يكون اصلي من عند عطار يكون موثوق فيه، لاني انا استخدمت الكريم الليلي ده فكان الكركم اللي عندي ممتاز وجميل. فبس اخدت كركم تاني كانت جايباه ماما عشان خاطر موضوع هو بيقوي المناعه لو انت حطيتيه على الاكل او على التتبيلات او الحاجات دي، فانا عملته كتفتيح للبشره، حطيت على الليمون حطيته على بشرتي. بصراحه انا بحب اقول لكم على اي حاجه، ما بحبش اخبي عليكم حاجه، فخلى بشرتي لونها اصفر جدا، فده دليل ان الكركم ده مغشوش وحاطين عليه لون اصفر. فخلي بالكم ان يكون الكركم اللي انت مشترياه ده اصلي عشان خاطر الوصفه ما تبص ووشك كمان ما يبص، ولو وشك اصفر حاجه بسيطه ممكن بشويه لبن بقطنه ممكن تنضفيه. وهنعمل مع بعض الماسك اللي احنا قلت لكم عليه ان شاء الله. معايا ايه؟ معايا لبن النيدو، بس مش اي لبن نيدو، اللبن الاساسي اللي هو في الكيس الصغير ده اللي هو 2.5 جنيه ده الكيس. هتجيب الكيس ده مليان فيتامينات وفي معادن وحاجات كتير ضايفينها له عشان خاطر الاطفال، ده هيغذيلك بشرتك وهيخلي بشرتك جميله جدا وهيفتحها لك على الايد وهيخليها زي العسل ان شاء الله. كده هنفضي منه شويه زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هنحط عليها ميه ورد، ما تحطيش اي حاجه تانية، ميه ورد بس. هنقلب بس الماسك بتاعنا، لازم يبقى عجينه طريه زي ما انتم شايفين كده. هنضيف كمان شويه لبن هقلب ادي لحد ما تبقى معايا عجينه حلوه يعني كده اهي، هتبقى العجينه بتاعتي بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. العجينه دي هفردها على بشرتي وهسيبها لحد ما تنشف، لحد ما تجف على بشرتك كده وتشقق كده لوحدها. بعدين هتفركيها وهتغسلي وشك وشوفي بقى الجمال بتاع وشك شكله ازاي. ومنساش الليمون طبعا، انه بيفتح البشره وبيجملها اثناء النهار كده، نص ليمونه بتعدلي بشرتك ان شاء الله. كل الحاجات اللي احنا قلناها دي هتخلي بشرتك زي الفل. ادي الكريم وادي الكريم الليلي وادي الماسك اللي احنا عملناه اهو. وكمان هقول لكم على حاجه حلوه للحبوب بتاعه البشره، هتجيبي حاجه من عند العطار اسمها المره، هتجيبي المره دي وتطحنيها وتحطي عليها حبه ميه صغيرين وهتدهني بيها بشرتك للناس اللي بيطلع لها حب الشباب ان شاء الله، دي هتموت حبوب الشباب ومش هتخليها تطلع يعني كتير، وبرده هتخلي بشرتك يعني كويسه. فبرده اتخلصي من الحبوب قبل العيد وحطي الماسكات الحلوه دي وان شاء الله كده بشرتك هتبقى جميله ومنوره وزي البدر. وادي الماسكات بتاعتنا، قبل ما نحط الماسكات بتاعتنا دي اللي احنا عملناها هنكون عاملين حمام البخار للبشره وعاملين الاسكراب بتاع البشره، بس ده ما بيتعملش مثلا كل يوم او كده، لا الاسكراب والحمام البخار كل اسبوعين بس. ف
فهنكون عاملينه مرة واحدة، يعني كل اسبوعين كده هنعمله، وهنحط الماسكات بتاعتنا دي، وبعد ما ننزلها ندهن وشنا بمية الورد. سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.